وصل صوتك. مش نحكي توا على صيحة الفزع اللي أطلقتها على يعني معناتها مشروع قاعد يتعمل من عرش الغاز دوشيست. الغاز دوشيست شنو هذا؟ أنا الحقيقة شنو الغاز هذا ساعة نفسر لك المسألة هذه. هي الغاز دوشيست هذا هو غاز موجود في عمق الأرض، موجود في حجر، فهمتني، الطفال ونحن نقوله الطرش، معناها موجود فيه منها غاز، ولكني في عمق بعيد 2000 متر و 3000 منها متر، فهمتني، منها تحت منها الأرض. والتخريج نتاعه ما يتعملش بالطرق التقليدية العادية، ثم طريقة خاصة، تقنية خاصة يخرجوها بها. شو هي التقنية هذه؟ أنهم يحفروا برشا وباش يوصلوا، وقت يوصلوا لك الحجر هذاك يترجبوه بمواد سامة، باش يترجبوه أو لا قبل المواد السامة، كميات كبيرة ومهولة جدا من الماء، عناها من 10,000 إلى 15,000 متر مكعب في كل بير، تالي كميات كبيرة يستعملوها منها من الماء. هذه الحاجة الأولى. وثاني حاجة اللي يكونوا أكل الماء هذاك يحطوا فيه مواد كيميائية مضرة، فهمت، منها وسامة. أش يصير منها من بعد؟ من بعد ويحطوا معها من الرمل. علاش يحطوا معها من الرمل؟ باش كل حاجة تتفجر ويدخل فيها الماء، يدخل فيها الرمل، ما عادش ترجع لبعضها، وينجم وبعد ويعاود يخرج الغاز. أكل الماء هذاك المتسمم، أكل المتلوث، وين مش يمشي هذاك من بعد؟ هذاك حاجتين، ثم فيه اللي يخرج البر، وهذا يمشي يطلب منك وسائل كبيرة وكبيرة جدا باش تتحكم فيه، وثم ما آخر اللي يمشي في الحجر ويولي يمس المائدة المائية العميقة انتعك. هذا معناها العملية. الحكومة التونسية سي الشخاري والحكومة التونسية أعطاو الشريك معناها شال رخصة باش تنقب في ما يسمى حوض القيروان، باش تحل تويك أربع أبار، وين عنا القروان وسوسة والجم الولايات المهدية وصفاقس منها الشمالية، باش تنقب غاديك. تنقب غاديك يعني معناتها بعد دراسات، هي عندها سنين الحكاية. لا لكن المشكلة فيش حتى نقول لك، يعني فما عنا ثروة من الغاز اللي تنجم تربح تونس برشا فلوس. لا ما تربحش، تربح شيء اللي ما تربحش تونس. هم مش نقول لك علاش وين وقعت المغالطة، وسامحني في الكلمة، وقعت المغالطة من طرف الوزير الصناعة ولا من طرف المسؤول على شركة ليتاب الأنشطة البترولية. يقولوا يا أخي من احنا ما مستعملة من قبل، مش صحيح. هو جاوب البارح قال هذه الطريقه نتاع الاستخراج اللي انت تقول فيها برشا مواد سامه موجوده من قبل في تونس. كيفاش موجوده؟ هو وين موجوده المغالطه للتوانسه؟ هي انه صحيح في الجنوب في البحث التنقيب على النفط موجوده، اما ثم فرق ما بين في التنقيب على النفط والشيء اللي يصير عندنا. علاش؟ لانه مثلا في التنقيب على النفط عندك عدد محدود نتاع ابار، مثال عندك 3 ولا 4، ثم واحد فيهم ما مشاتش الامور بالكدا تستعمل التقنيه هذه، بالتالي مش تستعملها في بقعه محدده وفي مساحه محدده، بالتالي الانعكاسات نتاعها ماهيش مش تكون كبيره. بينما بالنسبه للمنطقه نتاع القروان مش يصير، مش تكون هي التقنيه الاساسيه في الاولانيه الموجوده من قبل، هي تقنيه تكميليه، مش معناها اذا كانت مش من قبل زاد نقبلوها. انا حبيت نقول لك حتى من حيث المقارنه ثم فرق. بالنسبه للحوض نتاع القروان، تعرف مش يصير في كل بير، هما تو مش يبدوا باربع ابار، ومن بعد ربما نوصلوا 500 بير، ربما نوصلوا 1000 بير، ويقع استعمال في مساحه كبيره ونفس التقنيه، بالتالي مش يقع استعمالها بكثافه، مش تكون هي التقنيه الاساسيه، وهذا الفرق. الخطوره نتاعها الموجوده من ناحيه الخطوره، الخطوره نتاعها اللي تعرف الابار سينوفل، ثم زوز انواع، ثم الابار السطحيه وثم المائده المائيه العميقه. هما الساعه اخي المنطقه هذيك نتاع الوسط شنو المالي فيها؟ كميات نتاع الماء ماهيش كبيره، وهما مش يستعملوا كميات مهوله نتاع ماء. هذه الاولى. ثاني حاجه ما تنساش اللي شمال افريقيا عام 2020 مهدد بالجفاف حسب الدراسات، بالتالي المنطقه هذيك باش تزيد معناها تتضرر اكثر. والحاجه الاخرى الخطيره، المائده العميقه نتاع الماء هذاك يسموه مخزون المستقبل، معناها ما مش نخلوه للاجيال نتاع المستقبل، اي مش يورثوا علينا الاجيال نتاع المستقبل، مش يورثوا علينا ما معناها ملوث. هذايا من ناحيه الخطوره. ثم حاجه اخرى خطوره بيئيه، الارض اللي مش يعملوا فيها هذيك، وهذا تجربه وراته في امريكا، ما حبش يحكي الوزير الصناعه على الشيء هذا، تولي عباره على صحراء، معناها كل شيء معناها مش يضر. من ناحيه المردود الاقتصادي، انت قلت لي وكي نربحوا منها، تعرفش تعمل شال، الشركات شو يعملوا هذا؟ يجي الساعه من الاول ما مش يعمل الدراسه نتاعه، مش يخدم ومش يعمل العمليات نتاع التنقيب، يجي عامة تلقاه يضخم لك المصاريف، صرف 200 مليار ويقول لك صرفت 500، منين مش يرجعها هذيك؟ مش يرجعها من الانتاج، وتونس مش يرجع لها من الانتاج 20%، اما قبل ما تونس تاخذ 20% هو الساعة يلزم نخلص، ونجم
وقت اللي كم يكون معناه مش يبدا مش يعطيك انت 20%، يقول لك هكا هو راه ما عاد ثم حتى شيء وانا كملت. معناه هو يربح الغاز واحنا نربحوا المرض ويربحوا اضرار مش يصير المائده نتاعنا. به ولكن انا مش نقول لك حاجه لهنا. الوزير نتاع الصناعه والا نتاع الكتاب ثم اسئله ما جاوبوناش عليها بالكل. هالاسئله هذه شنو هي؟ هات اعطيني دراسات اللي عملتها، اعطيني يا سي شخاري الدراسات اللي انت عملتها واللي تثبت وانه ما ثماش فهمتي منها ضرر. هذا السؤال الاولاني. شنو القوانين اللي انت حذرتها باش تتصدى للمخاطر هذه؟ ثم ثم حاجه اخرى نحب نقولها للرئيس معنا المدير العام نتاع البترول نتاع الايتاب. شنو انا نساله ونتحداه انه يجاوبني، شنو راي المهندسين نتاع الايتاب اللي شاركوا في النقاش مع شركة شال؟ اغلبيتهم كانوا موافقين يا سيدي، مش اغلبيتهم، جزء منهم كانوا موافق على الشيء هذايا. انا نحب يجاوبني نتاع راحت نبهوه ولا ما نبهوش معناها للمخاطر. انت عندك معلومات؟ قول لنا. انا عندي تعرف لا إن انا عندي معلومات اللي ثم مهندسين توانسه. انا ثم مهندس قال لي مريض للتو، قال لي انا مريض، مريض على تونس ومريض على بلادي. نعرف اللي ثم مهندسين رفضوا رفضا قطعيا الشيء هذا. ولكن هذه طريقه مستعمله في العالم. لا هذه مش نجيك الطريقه المستعمله في العالم، هذه زاد سامحني ثم مغالطه اخرى. ثم مغالطه اخرى. فرنسا صحيح وقع استعمالها في امريكا. اعذر توا حاليا في العالم جمعيات برشا بيئيه ودي او ان جي غدوه خارجين الشارع. غدوه خارجين الشارع. هذه موجوده يعني بلا الوعي بخطورتها. لكن سي نوفل ثم دول فرنسا فرانسوا لوند رئيس فرنسا الجمعه اللي فاتت نهار 14 اعلن ثم سبع رخص نحى. وقال لهم عندكم الحق. الحاجه الثانيه في امريكا القانون هذايا نتاع 16 ابريل 2010 قانون المحافظه على مياه الشرب كذلك منع في العديد منها من المناطق. في بلغاريا ممنوعه. المانيا اليوم جاونا نواب من البرلمان الالماني جاونا مقر الحزب مش بعيد عليك من هنا قالوا في الوقت الراهن علقنا هذا النوع من الانشطه. وهي علاش في الحقيقه المساله؟ انت رايك اذا عندك حاجه فيها شك لازم ترد بالك. شو الدراسات اللي عملتها؟ واكثر من هيك هل هي اولويه اليوم في تونس؟ شركه شال علاش ما تلوش على النفط والغاز بالطرق التقليديه؟ هل ان هي اولويه هذه اليوم؟ انا نقول لك ما هيش اولويه اليوم، خصوصا ما تم خطر على المائده المائيه وعلى منطقه كامله اللي تمس سوسه والمهديه وصفاقس، سوسه السواسي وشربان وغيرها، واللي تمس كذلك تنجم حتى المائده المائيه، ثم شكون قال لي المائده المائيه حتى نتاع جهه سليان تنجم تمس، هذاك علاش؟ انا نقول هنا هذه هي الخطوره اللي كونه ما نخموش. بخاطر البارح وزير وزير الصناعه قال ثم واحد يضر بلاده، خيبان عليه ما ضرش بلاده، اما هالناس اللي كان اعطيني دراسات. اعطيني دراسات، اعطيني راي المهندسين التوانسه، علاش تجري مباشره وراء فلوس اللي ماهوش مؤكد؟ اي ماهوش مؤكد في لا ولا الصوره اللي وضحتها ثم وحي عالمي. سامحني نوضحوا حاجه، معناتها انت وقتها قلت بعد ما ينجموا يدفعوا 500 مليار وتنجم زاد تكون فما ثروه، يعني ثروه يعني ثروه نتاع غاز ما تربح تونس برشا. انت مشيت باحتمال انت قد تكون ثروه محدوده، ما تربحش تونس برشا. لا لا تكون محدوده وقد ما تكون لا لا لا, لا من اكد لك ما تربحش تونس، لان اليوم على الاقل باش ما نقولوش ما تربحش تونس. الشركات العالميه مش عامله قانون خاص بتونس. لا سامحني مش الشركات العالميه هي، رد بالك راهي الاحتكارات العالميه هذه راهي جابت كوارث. شركه كوكا كولا جابت كوارث، شركات البحث على النحاس جابت كوارث، الشركات البحث على الذهب جابت كوارث. قطر اللي عندها غاز عايشه كارثه ما عندها. سامحني لكن بالطريقه هذه في قطر لا لا رد بالك. معناتها شركه عالميه باش تعمل سيستم تونس برك. لا لا, لا, لا اي هاي قاعده لا مش هكاك. خاطر ثم زوز انواع بحث الغاز راهو، ثم طرق تقليديه وثم الطريقه هذه جديده راهي. التقليديه تاخذ وقت يمكن اكثر. اي ولكن انت لازم تشوف انه الاضمن، مش ما تشوفش كان الاضمن راهو من ناحيه الربح. ثم البشر قبل الربح، ثم المائده المائيه نتاعك شنو واكثر من هكا. وحتى الربح الاقتصادي شكون مش يربح فيه في الاساس؟ راهي مش تربح لك الشركه، لان الشركات هذه عندها مقياس واحد اش مش تربح منك، ما هيش واحد. ولهنا مش نقول لك تربح وتربح لا لا عامه لا تربح شوي وتربح هي برشا. والحاجه مش نقول لك لهنا انا بالنسبه اللي طاب زاد هي محمد ما تقدرش تحكي كان لازم نحفروا بيدينا احنا على ما تقدرش. هل عندنا حل ابار الشركات هذه؟ أنا لا, 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 لا 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 بالنسبه للغاز دو شيست ما يلزمناش توا في الوقت الراهن يلزمنا نمنعوه. انا مش نقول لك لا نبحثوا على الغاز بالطرق التقليديه، النفط بالطرق التقليديه وقاعدين يعطوا راهم. اما نحكي لك انا حكيتك على الغاز دو شيست لان اليوم اقصى منها او اقل من نجم نقولوه اللي من الناحيه الصحيه ما معناها مشكوك فيها.
على الاقل واكثر من هكا ما عملوش لهنا دراسات واكثر من هكا نقول لك. وثم حاجه اخرى سامحني نقول الانشطه البتروليه راه في تونس ثم فيها مشكل كبير ياسر. انا ثم اسئله كبيره ياسر مطروحه على المداخيل نتاع ليتاب وين قاعده تمشي وكيفاش والشفافيه مش معناها اللي نسرق في الناس. اما ثم سؤال احنا ماذا بينا الحكومه دي تجاوبنا خاطر وقت بن علي ما كانش ثم شفافيه والتو اخي ثم شفافيه توا. نعطيك حل بريج غاز انا نطرح سؤال على الحكومه هذه اعطينا القانون اسمه هو العقد الاصلي كيف صار اعطينا العقد الاصلي كيف صار اعطينا اسمه اللي عملوها المده في فيفري 2012 العقد التكميلي شنو الخلفيه نتاعو وهل ان بنا السوق قاعدين نشرو نحن في الغاز من عند بريج غاز معناها غاز بنا السوق قاعدين نشرو فيه هذه اسهل راهي كيما مش نقول لك حاجه القضيه المطروحه مع الحكومه هذه راهي قضيه زاده الثروه الوطنيه نتاعنا كيما سراورتان النجم معناها النجم نتاع سراورتان كيما المعمل التكرير نتاع النفط نتاع فهمتي منها السخيره الكل هذه راهي اسئله اللي قاعده تطرح واللي هي ثروتنا الوطنيه ما لازمهاش تتعمل في اروقه وزاره والا تتعمل ما بين الارض هل صارت بتات عموميه هل اوفر انترناسيونال نتاعها مثلا نعطيك انا تو بالنسبه لسراورتان اعطاوها مكتب دراسات مسؤول حد جاوبني قال لي احنا اعطيناها لقطر شكون قال لقطر؟ قلت لي انت قطر تاخذ تمويل الدراسه خلينا مش تعمل دراسه كيما تحب هي هكا ولا اي مش كيك قطر شكون باش نجيب لك؟ قطر ما عندهاش تونس عندها مهندسين ما قطر عندها مهندسين هي قطر باش نجيب لك شركات اجنبيه تستغلك حتى من ناحيه الشركات الاجنبيه ثم شكون الشخص معناها صديق ليا يعرف الامور هذه تقال لي يا اخي كان خمو في الهند في السوق العالميه 50% من الحامض الفوسفوري معناها تبيع فيه معناها شد السوق على وعندهم تجربه كبيره ياسر على الاقل مش تخمم في الخارج بينما انا نقول لك بازره وارخص بالضبط واكثر من هكا انا نقول لك اعمل شركه وطنيه لاستغلال لاستغلال الفوسفات نتاع سراورتان شركه فوسفات قفصه اللي هي شركه حكوميه معناها ثم برشا قضايا راهي مطروحه نقول لك الثروه ونمشي معي قضيه الارض قضيه الارض زاده يا سي نوف الراي اليوم حتى يخموا باش اراضي نتاع تونس في وقت تمشي الفلاحه يخموا باش تعطى مستثمرين سعوديين ومستثمرين قطريين وانا ها قدامي منها اوراق نعطيك الشويقي الشويقي فلاحه طالبوا في الشويقي فلاحه قال لك انا جيعان والارض الدويه بجنبي ولا عاطينها المستثمرين واحد هاو نعطيك سي يوسف الدريد 83 سنه موقوف سي محمد رايا بن منور النزي 76 سنه موقوف في جهه الشويقي في الله موقوفين في بوجليده في برويس في الكريب ناس طلب الارض يقول لك الاراضي يا اما تعطات الخواص وقت بن علي وما زالت عندهم يا اما اكثر من هكا يقول لك اليوم رجعتها الدوله وللعام الثاني ما تتحرثش وانا ميت بالشر اظن هذه هي القضيه نتاع راهو اليوم هذاك علاش انا نقول للتوانسه فهموا شمقوا نتعاركوا على فيلم مستفز نتاع استفزازي غادي خلينا نتلهاو نتلهاو بالمسائل هذه اللي في الحقيقه هي مش تحل لنا المشاكل نتاع البطاله ومش تحل لنا المشاكل فهمتي منها نتاع التعليم ونتاع الصحه نتاعنا وبلادنا راهي بصراحه راهي ماشيه للهاويه الناس ما عادش تخدم العمل الناس ما عادش تخدم الثروه معناها عمال معناها تنقص واحنا قاعدين لاهين باشياء معناها باشياء ثانويه وثانويه منها جدا وفيها ضر المعيشه قاعده تغلى العودة المدرسية السنة من عودة كارثية نقول لك عمرها ما صارت عودة مدرسية كيما السنة معناها الناس ما عندهاش معلمين الناس ما عندهاش فهمتي من الأساتذة أسعار معناها غالية البرامج هي إذا هذه كلها قضايا قلت لك بالمشاكل اللي أنا نرى وأنها مفروض هذه تسترعى انتباه التوانسة ولا بالنسبة للغاز دوشيست أنا من نستغل الفرصة هذه باش نقول للحكومة حبس وناقش الساعة أعطينا خلينا نقول معناتها خلينا نقول دراسة أنت تطالب بون بيان سور دراسة كي أنت تخدم وفما دراسة حكايتها في الريزم إيقاف الوقتي إيقاف في انتظار الدراسة خبراء معناتها تطرح الموضوع على خاطر سي الشخاري نهار آخر وقت النادي المائية نتاع الوسط تمشي وناس تضر مش نقول الغالب ما كناش نعرف من المفروض يصير تنسيق بين وزاره البيئه ووزاره الصناعه هنا مش وزاره البيئه لا روى انا نحب نقول لك حاجه رانا في تونس عندنا كفاءات راهو في تونس عندنا مهندسين رانا عندنا كفاءات كبيره ياسر في تونس اعطي فيهم الثقه اما الحكومه ما تحبش تعطي الثقه في ولاد البلاد انت حسب المعلومات اللي عندك حسب المعلومات اللي عندك حمل هميمي انه ما انت فما مهندسين من ليتاب شركه نتاع الانشطه البتروليه مش عاجبهم وتاثروا بالحكايه هذه ولكن حتى حد ما سمع كلامهم ما سمعهمش مش هما وحتى خارج ليتاب ثم اطارات اخرى كيف كيف تعرف في فرنسا علاش حبسوا باسم الواجب الوطني فرانسوا هولاند استعمل الحجه دي اسم الواجب الوطني بحيث اذا كان في الدول الاخرى
صاير هكا. وسامحني سي نوفل، شو اش حاطين لهنا؟ شركة شال تشرع في حفر 4 آبار نفطية في الوسط التونسي. تحدث وزير الصناعة محمد أمين الشخاري أمس بتونس عن تولي شركة شال تونس حفر 4 آبار نفطية في الوسط التونسي بكلفة تناهز كذا. ما يقولوش التوانسة الحقيقة زادها. ما تقول له راهو غاز دو شيست. احكي ناقشونا في الوسائل الإعلام على المسألة، فهمتي من هذه؟ أعطونا الآراء نتاع معناها الناس الأخرى. أنا باللي أثرت المشكلة في التلفزة الوطنية النهارين ياسر ناس اتصلوا بيا من فيهم حتى من أهل الاختصاص وقالوا لي راهو عندك ألف حق وراهي مشكلة خطيرة وخطيرة جدا. هلا معنى المسألة هذه كي سمعت أنا البارح في إذاعة خاصة وزير الصناعة يتحدث دي ما حكاش حتى شنو هي المخاطر، شنو هي المواد الكيميائية منها التي سيقع استعمالها، شنو الانعكاسات المحتملة حسب بعض الدراسات. ثم راهو نعطيك في أمريكا ثم مختص كبير وكبير جدا قال ما فيها حتى مشكلة. سي نوفل اكتشف فيما بعد وانه يخدم على شركه من الشركات الكبرى. اي ثم الغاز دو شيست هو الغاز اللي يكتشفوه في المناطق الصخريه. كيفاش المناطق الصخريه؟ اي صخريه اي صلصال والطرش نحو هذاك ويهبطوا له ويحفروا ويستعملوا كميات ماء تاع كبير ياسر. وقت الماء الضغط نتاع الماء بالضغط نتاع الماء وبك المواد الكيميائيه هذيك الحاجه معناتها باش نلخص خاطر بكشي واحد غاز دو شيست معناتها باش يخلطوا له الماء حجرة هي حجرة الماء بقوه دفع كبيره معاه مواد كيميائيه واحد ورمل باش ورمل الرمل ما يضرش مع المواد الكيميائيه لكن الماء والرمل باش تدخل فيه المواد الكيميائيه فوالا وبعد تنشر الحجره هذيك يحطوا رمل باش الحجره تبقى مكسره ما ترجعش تلم ولكن المواد المخطره هذيك المواد معناها المخطره هذيك ما ثم غاز وعندك الرمل وعندك الماء هذاك اللي فيه المواد كي مش يطلع تمشي الميد المائيه نتاعنا واللي مش يخرج منها لبرا. انت عندك الامكانيات توا باش تخزن وراك، عندك الامكانيات التقنيه باش تلمه وما يضرش الناس. هاو في امريكا تو في امريكا في بعض البقايع ولات عباره على صحراء كما تقول جابوا الجفاف توا. علاش في امريكا بدات قاعده برشا حركه وبرشا احتجاج معناتها خلي نقول زاد اللي حتى معناتها الطرق اللي للمحافظة على البيئة تتكلف برشا فلوس وممكن تكون معناتها وهي رأي الحفرة ذا يعني على 2000 ل 3000 معناها مش كيما بلاد صناعية كي فرنسا توقف بير كيما تونس معناتها وفرنسا هي حبست أي هي إمكانياتها بالضبط هي إمكانياتها وحبست. وأكثر من هكا هي كيفاش راهو يهبط من الأول عمودي يهبط طول وبعد يمشي أفقيا ويتفجر. واضح. شكرا لك حمل أمامي في صرخة فزاعة تطلقها لإيقاف الأشغال ثم بدأ في دراسة هذا المهم. معناتها قد تكون وجهة نظرش فما شكون يخالفك، المهم الحوار والدراسة وناس معراي المهندسين تونسة عندهم ما يقولوا ومناسبة نهار الجمعة هذه زادا معناها الرسالة الأخرى نقول للتونسة مثلهاو بقضايا الأساسية راهي حاجة مهمة جدا وباش ما نبقاوش معناها معناها نناقشوا في مسائل فهمتي من الثانوية واللي في اعتقادي اللي هي معناها واضح واللي هي معناها محسومة معناها. وشكرا لك. شكرا لك حمل هنيني زعيم حزب العمل التونسي. بعد شوية آخر الأخبار ثم سبور إكسبريس نتقابل نهار الاثنين.